وفي حين أوقفت السلطة الشرعية جبهات القتال بانتظار نتائج تفاهمات السكون تشن ميليشيا الحوثي حربا كبرى على كل الجبهات بغية تثبيت سلطتها وتحسين موقفها وقد حققت الكثير من النتائج لصالحها على أكثر من جبهة اهلا بكم الى فضاء حر، شنت الميليشيا حربا على قبائل حجور في محافظه حجه. استولت على الجغرافيا التي بقيت خارج سلطتها خلال السنوات الماضيه، ثم انطلقت جنوبا وحققت انتصارات في كل من الضالع والبيضاء. كل هذا في حين ان الشرعيه مستمره في انتظار نتائج جهود المبعوث الاممي لتنفيذ اتفاق الحديده، واتفاق تبادل الاسرى والمعتقلين. اللذين لم يتحقق منهما شيء بعد أكثر من أربعة أشهر من الاتفاق عليهما في العاصمة السويدية السوكلول يقول البعض إن هذا يعني انتهاء حرب الشرعية فعليا ولم يعد هناك سوى الحرب التي تخاض باسمها في المناطق التي تهم القوى الخارجية وهو ما يتعلق بتأمين الحدود اليمنية السعودية واستكمال السيطرة على موانئ الحديدة فهل انتهت حرب السعادة الشرعية فعلا وإذا لم تكن كذلك، فما الذي تنتظره الشرعية لتحريك الجبهات وبسط سيطرتها على مناطق ميليشيا الحوثي؟ وما هي خيارات اليمنيين في هذه اللحظة؟ للنقاش سيكون معنا من تعز الصحفي عبد العزيز المجيدي ومن الرياض الصحفي أنيس منصور. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك وابدأ معك سيد منصور. فيما تنتظر الحكومه بدء تنفيذ اتفاق الحديده تسيطر ميليشيات الحوثي وتبسط سيطرتها على مناطق جديده تسقط جبهات جديده كانت تابعه للشرعيه ايضا كيف يمكن فهم هذا الامر؟ طبعا اعتقد ما يفهم في هذا الامر ان هناك كثير من 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 العراقيل ومن الصعوبات ومن التحركات التي تلعب او تقوم بها قوى اخرى وتضعف الشرعيه للاسف الشديد يعني في الوقت الذي تتساقط فيه الجبهات هناك استعدادات تتم خارج يعني يستفيد منها الحوثيين على سبيل المثال الدور الإماراتي الذي تلعبه الإمارات دورا سيئا جدا للغاية ويخدم ميليشيا الحوثي أنا أريد أن أقول لك أن الجبهات في المحافظة الجنوبية ليست بيد الإخوة في السعودية هي بيد الإخوة في الإمارة جبهة العود جبهة مريس جبهة القشة، جبهة كرش جبهة القبيطة هذه الجبهات كلها وجبهة حيفان هذه الجبهات آه، امدادها اشرافها عملياتها من قبل الاخوه في الامارات. <applause> الاخوه في الامارات آه، ارادوا ان يصفوا حسابات بعد نجاح آه البرلمان اليمني وكانوا هم يعني آه حاولوا استخدام اوراقهم ممثله بالمجلس الانتقالي والفوضى ل... لان الدور الذي سيعزز من نجاح الشرعيه وتعزيز وجوده هو البرلمان. بالتالي أرادوا أن يوجهوا رسالة بمسألة توقيف نوعا ما الإمداد، آه إضعاف هذه الجبهات وتوقيفها بدل أن تكون جبهات هجومية تحولت إلى جبهات دفاعية. آه هناك صراع موجود ما بين الشرعية وما بين الأخوة في الإمارات هو الذي كان سببا من أسباب آه انهيار بعض الجبهات وعدم إمدادها وعدم تعزيزها بالسلاح والماء والمال لا. لان بعضهم بدون رواتب حتى اليوم ايضا اخي يعني لعده اشهر ايضا فوق هذا وذاك تصور انت ان يتم تشكيل يعني ان يتم تشكيل ميليشيات وتعزيز وجودها وانشاء معسكرات وتخريج دفاع عسكريه وانتداب مئات من ابناء سقطرى وغيرها في عمليه هذا التدريب لاضعاف تشكيل قوات ميليشيات مواليه للامارات هؤلاء اولى واحرى بهم ان يذهبوا الى الجبهات أورى واذهب ان يكون هناك استعداد للمعارك لكن الذي حاصل هو نوعا من المهزله نوعا من المكايده نوعا طيب. من المناكفة يعني يعني من هذا كله هذا كله يجري بالتصفحة. في نهايه المطاف تحت مراه ومسمع شرعية لكن دعنا نسمع الاجابه لذات السؤال من ضيفي الآخر سيد المجيدي سيد المجيدي فيما تنتظر الحكومة بدء تنفيذ اتفاق الحديدة تسيطر ميليشيات الحوثي على مناطق جديدة تسقط جبهات جديدة أيضا وتبسط يعني نفوذها وقوتها هناك وهذه الجبهات كانت تابعة للشرعية كيف يمكن أو كيف تفهم هذا الأمر؟ مساء الخير الشرعيه منذ بدايه المعركه قدمت نفسها للتحالف باعتبارها طرف سهل بالامكان التلاعب به وايضا ابقائه في دكه الاحتياط، الشرعيه ليست صاحب القرار الاول في المعركه هي ربما قد لا تكون حتى صاحب القرار الثاني هي صاحب القرار الاخير وبالتالي كل ما يفعله التحالف وفي الميدان هو يصب في خدمه اجندات ومصالح اطراف التحالف بدرجه رئيسيه. اليمنيون ابعد ما يكونون عن معركه حقيقيه لمواجهه وانهاء لمواجهه الانقلاب واستعاده الدوله الشرعيه، هناك حرب او مجموعه حروب تخاض داخل هذه الحرب بدرجه رئيسيه تسعى وتهدف لتحقيق أجندة ومصالح الفاعلين الرئيسيين في التحالف وهما السعودية والإمارات عندما تتعلل الشرعية بوجود طرف كالإمارات في يتلاعب بالجبهات وينشأ ميليشيات وتشكيلات السؤال ماذا كانت تفعل الشرعية خلال م. السنوات الأربع الفائتة الطريقة التي قدمت نفسها الشرعية قدمت نفسها لي للتحالف شجعت التحالف على العبث والسير بالاتجاه الذي يروق لهذه الاطراف ويخدم اجندتها وبالتالي لم يعد للشرعيه حتى وجهه نظر في هذه الحرب بعد اربع سنوات والحديث عن استعاده 85% من الاراضي اليمنيه، وبالمناسبه هذه الاراضي هي التي تحت تستحوذ على النسبه الاكبر من الثروات والموانئ. هذه المزايا والامكانيات والقدرات الكبيره التي كان بامكانها بالامكان تحويلها الى جهد كبير لدعم الشرعيه واسنادها وتسليح الجيش ودفع المرتبات. وايضا حتى اداره الشان الاقتصادي بطريقه او بقدر اقل كلفه مما يحدث الان، ومع ذلك هذه الموانئ والمطارات والمنشات النفطيه الضخمه كمثلا منشات بالحاف، هي اصبحت الان بيد قوى تحقق عمليا بعض مطالبها الخاصه واهدافها الخاصه وتركت اليمنيين جانبا وهي ماضيه في هذا المشروع لا نستطيع في الواقع التعامل مع التحالف باعتباره حليفا هذا المسمى مضلل الى حد كبير التحالف هو الوجه الاخر للانقلاب وهو الوجه الاخر للايرانيين واعتقد بان اربع سنوات اثبتت بان التحالف يعمل من اجل المزيد من اضعاف اليمنيين المزيد من التفتيت لليمنيين المزيد من اهدار واهدار قدرات وثروات اليمنيين والمزيد من التقسيم حتى على المستوى البنيان الاجتماعي وبالتالي لا لا نستطيع المراهنه على تحالف ولا بنفس الوقت ايضا المراهنه على الشرعيه التي اثبتت خلال اربع سنوات بانها طرف لا يؤبه له لا من التحالف ولا من اي اطراف دوليه، طيب تركت أه المشهد سائباً يعني للتحالف يعبث كما يشاء ضعنا في هذه ما النقطة ظلت تتفرق وبالتالي اصبح اصبح لدينا طاقم الشر طاقم من الشرعيه مغتربين في مناطق مختلفه من العالم بينما اطراف التحالف تعبث في, في الارض. طيب ابقي هذه النقطة لديك سنعود اليها مسألة عدم قدرة الشرعية لا يمكن الثقة بالحكومة ولا يمكن او الشرعية ولا يمكن الثقة بالتحالف لكن دعني اسأل سيد أنيس منصور السيد أن أنيس منصور أن تقول أن الجبهات التي بيد الأخوة في السعودية والجبهات التي بيد الأخوة في الإمارات يعني هذا الطرح بهذه الطريقة وهو يبدو واضحاً يعني هو مدين للشرعية أكثر مما هو مساعد لها كما قال السيد المجيدي أين كانت الشرعية خلال أربعة أعوام من هذه الحرب؟ آه أنا أريد أن آه علينا عندما نتحدث عن التحالف علينا أن نفرق بين جهود آه ومساعي ونجاحات وانتصارات تحققها الجبهات التي تشرف عليها المملكة العربية السعودية في حجة في ثلاث في مديريات من صعدة في كثير من المناطق في حجة في هناك نجاحات آه لا نتحدث بلغة الياس أو بلغة الهزيمة دعني نعم ولا وأنا أتحدث بلغة الهزيمة يعني أنت انظر أين كان الحوثيين على حدود المملكة وأين اليوم الحوثيين يتم الدخول إلى العمق الاستراتيجي في صعدة لهم هذا واحد وبين عبث وتصفية حسابات تمارسها الإمارات فرق ما بين السعودية وما بين الإمارات أين هناك أيضا جبهات تتقدم خطر يعني. خطر. يعني أين هناك أيضا الحوتي... جبهات تتقدم وتشرف عليها السعودية دعني انا دعني انا اتحدى اقول لك يعني تفضل. الان اللي حاصل انه جبهات حجه جبهات في الصعده تحدثنا عن جبهات في الجوف هذه المناطق الان في في في, في انتصارات وفي تحقق وفي تقدم وفي عمليات كثيره جدا واقول لك انظر اين كان الحوثي واين هو اليوم اليوم يتم ضرب المركز المقدس داخل الصعده وبين تصفيه الحسابات الاخوه في الامارات لا يرون ان الحوثي عدوا لهم، هم ارادوا ان يستخدموا الحوثي مطيه ل يعني مواجهه الحوثي كمطيه لتصفيه حسابات مع خصوم اخرى وسط الشرعيه، هذا اعتراف كبير جدا. الشرعيه اين هي؟ الشرعيه ليست راضي عن ما يتم وليست قابل عما مما يحصل. لكن انا اريد ان اقول ما هو السبيل؟ ما هو الثبات؟ يعني هل نظل نقلد الشرعيه؟ أم نتحول إلى صوتا إعلاميا يساند هذه الشرعية ويدعوها إلى أن تصارح الشعب أين مكامن الخطأ وأين مكامن القصور بدلا من الجلد الذات بدلا من عملية الحديث على أن الشرعية منتهية ماذا بقي لنا أصلا أعطيني البديل أعطيني معل هناك بديل ممكن أن ينقذ اليمن وممكن أن يتخلص من الحوثي وممكن أن يعمل غير الشرعية الشرعية هي اليوم الخلاص الأساسي وهي, الـ وهي الـ الأساس الأول في عملية تحقيق انتصارا على الحوثي واستعادة الدولة وبسط نفوذها مهما كانت اختلطت الأوراق ومهما كثر اللاعبون ومهما حصل من صعوبات ومن عقوبات لابد أن نكون نصارح أنفسنا ونصارح ذاتنا في هذا السبيل أما أننا نتحدث عن الشرعية ونقارنها بأنها خصم مثلها مثل الحوثي فهذا ظلم كبير جدا طيب دعنا ننقل هذه النقطة للسيد المجيدي انتصارات سياسية انتصارات اقتصادية دعنا ننقل هذه النقطة إلى السيد المجيدي سيد المجيدي تحدث قبل قليل الحكومة ليست الحل لا يمكن الثقة بها كذلك التحالف يقول سيد أنيس منصور ما هو البديل اطرح ما عندك سيدي الكريم الشرعيه هي نفسها التي لا تثق بالشرعيه وليس الناس الناس يركضون وراء الشرعيه منذ اربع سنوات يقاتلون في كل مكان وراء الشرعيه منذ منذ الانقلاب وليس منذ اربع سنوات ومع هذا الشرعيه تركت كل الميادين المفترض ان تحقق فيها آآ انجازات وتحكم سيطرتها على هذه المناطق تركتها لأطراف التحالف وبالتالي من الذي يستطيع اقناعنا بأن الشرعية بالإمكان أن تكون قادرة على ان تكون صاحبه فعل حقيقي ووقف العبث الذي يتحدث عنه الزميل انيس الان عندما تتحدث يا صديقي عن عبث من قبل طرف مهم في التحالف يسيطر على مناطق شاسعه في المحافظات الجنوبيه ويقوم ببناء تشكيلات مسلحه مناطقيه خارج سيطرة الرئيس وخارج سيطرة السلطة الشرعية ويتوزع ويتوزع أدوار مع حليفه الأساسية السعودية وبالتالي أصبح اليمنيين في النهاية عبارة عن طرف يعني طرف متفرق الكل كان يراهن على الشرعية ولا زال الناس يراهنون على الشرعية لكن السؤال هل الشرعية أصلا لديها ما تفعله من أجل إيقاف هذا العبث الذي يجري الآن الزمن ليس في مصلحة الشرعية الوقت يمضي وليس في مصلحة أحد اليمنيون دمروا بشكل كبير خلال الأربع السنوات الماضية الانهيارات المخيفة التي تضرب المجتمع ليست بسيطه ولا سهله وبالتالي هناك شرعيه تتثاءب في الرياض، هذا امر مخجل عندما نتحدث فقط بان الشرعيه علينا ان نكون مع يا اخي الكريم نحن نعمل مع الشرعيه منذ اربع سنوات، نحن نساند الشرعيه في كل مكان، المقاتلون في الجبهه في الجبهات يقاتلون والرواتب من سبعه اشهر لا تسلم هذه الرواتب، العبث الذي يجري هناك تشكيلات يتم انشائها وراس السلطه الشرعيه يتفرق. يا اخي من هذا الرئيس الذي يسمح ب... ب بانتهاك حرمه الرئيسي وهو سياده البلد مؤسسه الجيش والامن هي مؤسسات سياديه اذا في النهايه من الذي سيبقى للرئيس هادي حتى يمارس سلطاته على لي... ليفرض ليفرض نفسه كرئيس شرعي اذا كان هذا ال... هذا ال... هذه المناطق أصبحت تحت سيطرة الأطراف في التحالف السعودية تجند من جانبها الإمارات تجند من جانبها من وهذه التشكيلات لا تخضع للرئيس هذه نحن نواجه إشكالات كبيرة كنا نواجه ميليشيا الحوثي التي بالمناسبة أول من دعمها وساندها هم التحالف نفسه وبالتالي أصبح لدينا الآن أطراف متعددة من الميليشيات المختلفة التي تعيق وستعيق وستمنع استعادة حاجة اسمها شرعية، الشرعية يتم إضعافها من قبل الحلفاء أنفسهم، الذين جاءوا باسم استعادة الشرعية. علينا أن نسأل أنفسنا قبل هذا إذا كان التحالف جاء من أجل استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب كما يقول في الواقع هو لا يفعل هذا، وفي الواقع هو يفعل شيء مختلف يقوم تماماً. هو يعني هو تحدث السيد, السيد منصور تحدث يا سيد المجيدي سيد المجيدي السيد منصور هو تحدث سيد سيد عن نقاط على ان القوات التي رئيس جمهورية رئيس جمهورية سيد المجيدي رئيس جمهوريه, رئيس جمهورية يا يا أستاذ هل الصوت يعني يقول رئيس جمهوريه لا يستطيع العوده موانئ لا احد يستطيع من اليمينين الدخول اليها كثير من المناطق التي تم استعادتها في النهايه لم تعد للشرعيه لكن لكن السيد المجيدي يقول ان المشكله ليست بيد الشرعيه يعني ليس حلها بيد الشرعيه بهذا الشكل بهذا التوقيت هذه الظروف هذه الظروف صعبه سيد المجيدي وهناك يتحدث عن تقدمات في المناطق التي يعني هناك امر خارج بنيه الشرعيه هي مساله احدى دول التحالف لكن هناك تقدمات في اماكن اخرى يقول السيد منصور في في حجه يقول يتحدث عن صعده ايضا هذه التقدمات لماذا لا يتم عزيز الحديث عنها في سياق عزيز قوه الشرعيه والحديث عن تقييم الشرعيه لا أحد. يا اخي العزيز لا احد يستطيع ان يشكك بشجاعه وبساله اليمنيين وقتالهم المستميت من اجل استعاده الشرعيه اليمنيون ينزفون في الجبهات منذ اربع سنوات، اليمنيون قاتلوا حتى بالسكاكين من اجل مواجهه ميليشيات الحوثي الايرانيه، وهزموها في كثير من المواقع. كان التحالف يحاول رشوه الحكومه الشرعيه ببعض المساعدات وبعض العتاد، لكن في النهايه كان يطعنها بالظهر من من خلال التشكيلات التي يتم صناعتها ويدفع لها بالعتاد الثقيل بمختلف الاسلحه. يا سيدي الكريم الجيش الوطني في تعز ليس لديه سلاح منذ عامين، منذ عامين. والميليشيات المدعومة من أطراف داخل التحالف تتلقى سلاح كل أسبوع من ماذا يريدون بالضبط؟ هل هؤلاء يريدون استعادة الشرعية أو تحرير المحافظات؟ هذه مجموعة أكاذيب سئمنا منها وعلينا ألا نخدع الناس ونضلل أنفسنا على الشرعية أن تتحمل مسؤوليتها وتتحدث إلى الناس وتقول لهم الحقيقة عليها ان تواجه السعوديه وتقول لها انت الطرف الذي تم استدعائه من اجل مساعده اليمنيين وعليك ان تتحمل المسؤوليه، اذا كانت السعوديه ستستمر بلعب هذا الدور فهي في النهايه ظالعه بكل ما يحدث، ما الذي دفع السعوديه للذهاب بقوات عسكريه الى المهره؟ لماذا لا. ذهبت القوات طيب. العسكريه السعوديه والاماراتيه الى سقطرة وهي بعيده عن الجبهات وتحت سيطره الشرعيه؟ وهذه نقاط وهذه نقاط لها له قوتها بطبيعه الحال. إلى دعنا نسمع اذا في هذا السياق. تنزف من خمس سنوات ولم ولم يتم حتى دعنا نسمع السلاح. في هذا السياق راي السيد منصور فيما يتعلق بانه كيف اساسا تسمح الشرعيه مع وضع الاعتبار لما تحدث به السيد المجيدي، كيف تسمح الشرعيه بالاساس لان يكون هناك تمويل خارج مؤسساتها لقوات الجيش؟ يتحدث السيد المجيدي هذه مؤسسات سيادية يجب ألا يكون أي إشراف لأي دولة أخرى أو لأحد آخر باستثناء الحكومة الشرعية على هذه القوات سواء الجيش أو الأمن أو غيرها كيف تقبل الشرعية بالأساس حدوث ذلك؟ أنا تحدثت وقلت لك على أن الشرعية لا يعني ان الشرعيه هي استعانت بالاخوه في التحالف وقلت لك علينا ان نفرق بين عبث الامارات وانا اتفق مع الاخ المجيدي فيما يمارس من عبث من قبل الامارات ولا خلاف مما قاله بكل تفاصيله لكن لكن هناك من يقول سيد, سيد منصور هناك من يقول ان هذا عباره عن السعودية. تبادل ادوار فقط بين يعني السعوديه والامارات والغرض ذات الغرض هناك لا هناك تبادل كثيرون الأدوار. يقولون يا أخي الحوثي الحوثي لا لا الحوثي يشكل خطر على امن المملكه واضح ويشكل على خطر على امن الاقليمي للجزيره ويشكل خطر على حدود المملكه العربيه السعوديه ويضرب السعوديه بالبالستي والطائرات المسيره ومعروف انه خطر وهو خطر ايراني واضح الايران واخطبوطها ونفوذها لكنه لا يشكل خطر على الامارات وبالتالي الامارات لا ترى على ان الحوثي خطر عليها وترى انه فقط عباره عن ورقه من الاوراق التي تمرر عبرها كواجهه لكن هي خصومها هو الرئيس هادي الشرعيه الاحزاب اليمنيه هذه هي الخصوم الموجوده علينا ان نفرق ما بين اما انك تقلد الاخوه في السعوديه لا الاخوه في السعوديه طيب. هم هل من هناك هل هناك الدولة في الدولة هم من يقدمون هذا موضوع اخر اخي هذا موضوع اخر موضوع الملف المعره حديث عن المعرة هذا موضوع آخر أنا لا, لا يمكن أني أتحدث فيه أو أتطرق فيه لأنه لا يهمنا دعنا نتحدث عن موضوع الأساسي وهو عملية سقوط الجبهات ودور الشرعية حسب حسب الأجندة التي طرحتها أنت في مقدمتك طبعا. اللي حاصل يا أخي أن هناك أوراق متعددة وهناك الشرعية عندما نتحدث نحن الان ونظل نجلد الشرعيه قلت لك انا اعطيني البديل ما هو البديل؟ هل تريد ان نقول ان الحوثي هو بديل الشرعيه؟ طيب الا يمكن جماعة الانفصاليه العنصريه سيد منصور مدعومه سيد منصور أب... لاحظ نعم. اذا اذا يعني هناك حديث عن سياده الدول، هناك قرارات امميه تصدر باسم يعني اليمن والحفاظ على وحدته وسلامته وسياده اراضيه، إذا أليست الشرعية قادرة على آه يعني إذا هذا يعني الجهود هذه تجري كلها من طرف إحدى الدول لزعزعتها أو لإخراجها من سياق معركتها ألا يمكن لها أن تطلب بكل بساطة الخروج؟ آه عملية الخروج آه نحن نتحدث هنا آه ليس كناطق رسميا باسم الدولة نحن نتحدث هنا كجانب تحليل موضوع طلب الخروج هناك ضغطا اعلاميا وضغطا شعبيا وضغطا دبلوماسيا يمارس على الشرعيه واعتقد ان خطاب الاخوه في بلقيس يندرك في هذا الاطار انه لابد ان يكون هناك خيار في مساله التخلص او البحث عن حل لاي طرف قناه من بلقيس تنقل صوت تنقل اصوات اليمنيين في هذا السياق وانا اتفق نعم للتوضيح نعم وانا اتفق وانا اتفق في هذا الطرح انا اتفق انا لست مختلفا فيما يطرح انا متفق في مساله ان بد ان نضع حل امام العبث الذي يمارس من قبل الاخوه في الامارات والطعنات التي يتعرض لها فعدم عوده الرئيس وامام الامارات عدم عوده مجلس النواب انعقد بشكل انفس وبقوات سعوديه وحمايه سعوديه وبعد ان كان الاولى ان يعقد في عدن فبسبب اعتراض الامارات كثير من الوزراء لا يستطيعون العوده الى عدن انا اعلامي من عدن ومن ابناء عدن ومن تربيه عدن وبيتي في عدن لا استطيع ان اعود بسبب اني انقل فقط صوتا مغايرا وحقيقيا كما تشاهد وينضم طيب. الممنوعين من العوده الى عدن ال اليمنيون أ انت أن أن ايضا ألي المسؤولين ده الحكوميين ده يعني يقولون هناك حاجه لاخراج جهه ما، اذا ما الذي تنتظره الحكومه للقيام بخطوات حقيقيه على الاقل بتصريحات اكثر جديه عند عند الدول الكبرى حتى ضغط داخل السعودية يعني كدولة قائدة لهذا التحالف هل هناك خطوات جدية بهذا الخصوص؟ هو هذه الخيارات نعم هناك تحرك لكن هذه التحركات والتقارير والإجراءات قد لا تكون معلنة لأن هم يشعروا على أن العدو الاستراتيجي والخصم الأساسي هو الحوثي وأنه التخلص من طرف ربما يأتي هذا الطرف ليساعد الحوثي ويضعف الشرعيه ايضا اضعافا مضاعفه وبالتالي يبحثوا عن حل وطريق في عمليه الخروج من هذا المازق، نحن نعترف على ان الشرعيه تقف في مازق ونعترف على ان الشرعيه تتعرض لطعنات ونعترف ان الشرعيه امامها اشواك وامامها صعوبات وامامها عقبات كثيره جدا لكن انا اقول لمن يمارسوا جلد الشرعيه اعطوني البديل ونحن معكم. اعطونا اما قفوا معنا في مساله ترشيد دور الشرعيه وتحديد والحديث عن مساله من يضعفها والتحركات التي تحدث انت عنها فانا اتفق معك فيما تطرح لكن ان نظل ان نريد ان نتخلص من الشرعيه ونقضي على الشريعه تحت مسمى الحفاظ على سياده البلاد لا هي الورقه الوحيده الان التي يمكن ان نتمسك ونلتف حولها هي شرعيه الرئيس اليمني الرئيس اليمني في خطاب امام مجلس النواب المنعقد في سيئون تحدث سبع مرات وهو يشكر دور المملكه العربيه السعوديه واستثنى دور الامارات وهذا يؤكد على ان وراء الأكمام ووراء لكن لكن, لكن رئيس, البرلمان في رئيس البرلمان قام بالكافي في هذا السياق رئيس البرلمان قام بالكاف في هذا السياق. انا دعنا نحن نتحدث عن رئيس الجمهوريه هو الأساس يعني يمثل رمزية الشرعية الكبيرة يعني. دعنا من بعض التفاصيل هناك وزراء هناك مسؤولين هناك تقاسم هناك شراء ولاءات هذا موضوع آخر يا أخي. فأنا أقول لا. طيب نسأل السيد المجيدي في هذا السياق. تصفية حسابات بجلد الشرعية. وضحت هذه النقطة. دعنا نسأل في سياق ما هو البديل؟ هل السلام مع الحوثي هو البديل سيد المجيدي؟ اعتقد بان هذا ما تبحث عنه حتى دول التحالف نفسها، التفريق بين السعوديه والامارات لم يعد يجدي ولا ايضا يمكن ان يقدم ملخص حقيقي لما يجري في اليمن. السعوديه والامارات لماذا جاءتا الى اليمن؟ العنوان الرئيسي جاءت من اجل انهاء الانقلاب واستعاده الشرعيه، لكن لو عدنا الى الجذور من الذي دعم الانقلاب ودبروا ومولوه من دبره ومولوه هي الامارات والسعوديه كان ضمن معروف ضمن خطه من اجل تقويض وضرب ما يسمى ثوره الشباب او ال ال الانجازات التي تحققت على اثر ثوره الشباب التي تم احتوائها بتسويه سياسيه لكن عمليا ال ال الاطراف التي تقوم الان بالعبث داخل اليمن هي اصلا تعمل من اجل ترسيخ سيطره الحوثي السعوديه عندما ت... آآ اذا اذا ما اخذنا في الاعتبار بان السعوديه ربما غيرت سياستها القديمه عندما آآ بعد وفاه الملك عبد الله الذي كان ضالعا بشكل كبير في عمليه التمويل والانقلاب في, ال... في اليمن مع الامارات فالسعوديه ربما تكون استشعرت خطرا بعد ظهور الحوثيين كقوه رئيسيه مهيمنه سيطرت على الاوضاع بشكل كامل وبالتالي ظهر خلف القناع الحوثي ايران لكن عمليا تصرفات السعوديه خلال الاربع السنوات الماضيه لا تقول بان السعوديه تشعر بخطر استراتيجي حقيقي لان كثير كثير من الجبهات التي تديرها السعوديه وتقع تحت سيطرتها ليست بالفعاليه والكفاءه التي اشتغلت بها الامارات الامارات لديها مخطط كان من اجل الاستيلاء والوصول الى الموانئ اليمنيه والسواحل والمناطق الحيويه الاستراتيجيه المتعلقه بالثروات ووصلت ووضعت عليها وكانت اكثر كفاءه في هذا الجانب بحكم بحكم انها استطاعت تحقيق اهدافها الخاصه على حساب الشرعيه اما السعوديه فالواقع بانها تحقق الكثير من الاخفاقات في الكثير من الجبهات حتى اليوم السعوديه لا تستطيع تامين حدودها الخاصه الامريكيون عبر ماتيس قبل الوزير وزير الدفاع الاسبق طرح فكره واعتقد بانه ربما يتم دراستها من السعوديه لاحقا لان هناك شكل من اشكال الترهل لدى السعوديه وهي ليست قادره واحيانا مارست السياسه بطريقه اطلاق النار على الذات من خلال افتعال الكثير من الازمات في المنطقه والصراعات في وقت هي بما تكون أحوك ما تكون احوج ما تكون الى تحالفات ومع هذا كانت عمليا تخسر نفسها وتخسر حلفائها وتخسر ايضا حتى الحلفاء على مستوى اليمن الذين يمثلون المكون الاكبر في الجبهات وفي المناطق التي يجري فيها مواجهه ميليشيات الحوثي، لم تستطع حتى حمايتهم هؤلاء الاطراف يتم تصفيتهم في الكثير من المناطق التي سيطرت عليها الامارات وبالتالي اصبح لزاما على على الـ 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 هذه المكونات ان تخضع وتدعن وتطيع وحتى بالامكان ايضا ان ترفع صور القاتل المشكله الكبيره التي نواجهها نحن في اليمن هو ان الشرعيه ليست لديها الجرأة في البحث عن بدائل هي لديها خيارات كثيرة المسألة ليست مغلقة يا سيدي المصالح الدوليه كبيره ومتسعه باتساع العالم وبالتالي كان بالامكان على الشرعيه ان تبحث عن تحالفات كثيره لدينا اتفاقيه وقعت مع دوله كبيره كالصين في 2013 هذه الاتفاقيه لماذا لا يتم تفعيلها وبالامكان ان تتحول الى شراكه استراتيجيه مقابل عروض ومصالح متبادله مع الصين يساهم هذا في يعني تمكين الحكومه اليمنيه من قرارها السيادي وتمكينها ايضا من توفير السلاح لجيشها اليوم الكثير من الالويه والمناطق العسكريه عندما تتجه الى الشرعيه باحثه عن سلاح وعن تمويلات وعن اشياء كثيره منها القبيلة الشرعيه لا تكترث الامر واحيانا تصرفهم باتجاه السعوديه او الامارات وهذا امر حقيقة ينم عن تواطؤ كبير من قبل الشرعية مع هذه الأطراف كيف بالإمكان أن تسلم قرارك السيادي يا سيدي وبالذات ما يتعلق بالجيش والأمن لمصلحة دول هي أصلا لديها مصالح طيب لو كنا هذه النقطة قد وضحت سيد المجيدي دعني آه يعني وايضا قدره على التعامل تحالف مع السعوديه والامارات وكان تحالف الضروره وكان يفترض ان نكسب من هذا التحالف قدر المجيدي. ما نستطيع سيد دعني انقل في هذا السياق هذه يعني نعم. نقطه تحدث بها السيد العبثيه التي التي دعني اخذ <applause> نقطه في هذا السياق اخذها تحدث بها السيد خالد اليماني وزير الخارجيه وهنا اسالك سيد انيس منصور يعني كانت تصريحات لوزير الخارجيه بالامس واضحه بان تجربه الحرب خلال الاربع الاعوام الماضيه لم تعد قابله للاستمرار واذا ما نظرنا الى تزامن هذه التصريحات مع توقف الجبهات فيبدو اننا امام ما يشير فعلا الى اننا امام نهايه لحرب استعاده الشرعيه وما يبدو انه انتظار لتجربه سيجود بها جريفيث هل هذا حل بديل مناسب برايك أعتقد أن تصريح وزير الخارجية هو تصريحا دبلوماسيا والدبلوماسية معروف توجهاتها وممكن أن يطرح في هذا الطرح وهذا المنطق في ظل الحديث عن عملية سلام حتى لا يكون لكن سيكون للأرض أو للجبهات حديثها وسيكون للسياسة حديثها وللدبلوماسية حديثها لا ناخذ آه تصريح وزير الخارجيه على محمل الجد على طيب انه هو دعنا نشير الى هذا التصريح سيد منصور ويتحدث بهذا دعنا نشير دعني نشير الى هذا التصريح حتى يكون واضح للساده أبطل المشاهدين أبطل الذي نعم آه الذي جاء ردا على سؤال يعني آه حديثه الضغط العسكري اذا كان يقصد بكلامه الضغط العسكري اجاب الوزير انا كممثل دبلوماسية لا اتحدث عن الضغط العسكري ولا اعتقد ان هناك حقيقه اهميه للضغط العسكري كما يقول لاننا جربنا الحرب خلال اربع سنوات والمهم الان ان نجرب كل فرص السلام. خالد اليمني. هو يريد، نعم الحديث عن هذا الكلام، هو يريد ان يضع الحوثيين على انهم في زاويه ويحصرهم في زاويه واحده برفض السلام، ان خيارات الحرب تمت ولكن ربما وصلت الى افق محدود. ودعونا نضعهم على مساله السلام وبعد السلام سيكون هناك حديث لانه لابد ان يكون هناك توافق واتفاق دولي، انا اقول لك انه عمليه الجبهات وتوقفها احيانا هناك ضغوطات دوليه مورست في كثير جدا، ما حصل في الحديده كانت الانتصارات كاب قوسين او ادنى من دخول الحديده. اللي حصل ان هناك ضغوطات دوليه من أجل السلام. هو يريد ان يصل رساله على انه نحن متجهين نحو السلام، لكن من الذي رفض تسليم الموانع؟ من الذي رفض تسليم تنفيذ اتفاق ستكلهم؟ من الذي رفض مبادئ السلام؟ من الذي وقع على سلام ثم يريد ان يكون سلاما على ما يريده في اجندته؟ هذا هو الذي يريد ان يضعه او يطرحه آه آه الخطاب الدبلوماسي لوزير الخارجيه لا يعني ليس هو ناطق الرسمي يعني هذه فيش. هذه الضغوط الدوليه أنا على من كنت أتمنى يعني هذه الضغوط الدوليه أن أن ما هي ماهيتها سيد منصور لانه يعني في نهايه المطاف بتجارب آه اخرى مثلا في المنطقه هناك النظام السوري لم يستمع لاحد وواصل ويعني يقوم بما يريد لماذا الشرعية لم تكن قادرة على أن تحسم عسكريا في الحديدة إذا كانت فعلا تملك قرارها. آه إلى الآن إلى الآن يعني موضوع الحديدة كان فيه ضغطا دوليا وهذا باعتراف آه ما يحصل في جبهة نهم هو أيضا ضغطا دوليا توقف جبهة نهم وراه ضغطا دوليا آه هل الضغوطات الدولية تحت مسمى الإنسانية يشعر على أن القوات عندما تتقدم سيدفع ثمنها المدنيين سيدفع ثمنها الشعب سيدفع ثمنها كثير وليست في مساحة مفتوحة أنت تقاتل وسط مدن وسط مؤسسات وسط موانئ وسط مدارس وجامعات وبالتالي سيكون التكلفة كبيرة جدا المجتمع الدولي يتحدث من هذا المنظور على أنه لابد من البحث عن سلام السؤال الذي يطرح نفسه الآن من الذي أعاق السلام؟ من الذي عرقل السلام؟ من الذي رفض السلام؟ من الذي استخدم سياسه اللف والدوران على اتفاقيه السلام؟ فلا الاسرى تم تبادلهم ولا مطار صنعاء تم افتتاحه ولا فتح المعابر والطرقات في تعز ولا عمليه تسليم الموانئ، كلها عباره تبخرت، من الذي سبب تبخر؟ هذا ما لمح اليه خبراء دوليين او في الامم المتحده وما تحدثت به بعض المؤسسات الدولية على أن الحوثي هو من أعاق السلام الحديث لوزير الخارجية يريد أن يضعهم في هذا الأفق المسدود أو في هذه الزاوية المحصورة على أنهم هم سبب السلام وأننا نحن لا نريد حربا ولكن هم من فرضوا علينا الحرب وحربنا في البداية كانت دفاعية وتحولت إلى هجومية وبالتالي خضعنا آه. للسلام ووقعنا على السلام لكن هم من عرقل عملية السلام هذا هو الذي حصل لا يوجد هناك عمليه اتفاق مع الحوثي وتحويله الى خصم سياسي او شريك سياسي هذا اعتقد انه من المستحيلات ان يكون لان المعركه اليوم هي معركه طويله الامد خسائرها كبيره تضحياتها جليله ومن الصعب ان نتحول مع الحوثي على انه شريك سياسي او نصل الى حل سلام كتوافق سياسي صعب جدا جماعه تقول على انها جاءت تحكم بولايه من الله عز وجل صعب انها تحول الى شراكه او تخضع الاستسلام، جماعه تتحدث على انها هي لها السياده والبقيه هم عبيد لا من سبع المستحيلات ان تكون شريكه او تكون عمليه سياسيه او هذه الجماعه هي امام خيار اما ان تنتهي ويكون لما تبقى منها حق المواطنه المتساويه واما هذه هي الخيار الاساسي نعم. والاستراتيجي في عمليه القضاء على الحوثي، اما بقيه الحول صعبه طيب في هذا السياق دعني اسمع وجهه نظر السيد المجيدي حول جهود وزير الخارجيه او تصريحاته على الاقل يعني في اي سياق تقراها سيد المجيدي عندما يتحدث وزير الخارجيه على انه تم تجربه الحرب خلال اربع سنوات والمهم الان ان نجرب فرص السلام وكيف يمكن اسقاطها التعامل معها نظرا لاداء جهود السلام حتى الان او اداره جهود السلام فيما يتعلق كنموذج باتفاق الحديدة مجرد الحديث عن ان تصريحات وزير الخارجية ستضع الحوثيين في زاوية فللامانة والحقيقة التحالف والشرعية وضعوا الحوثيين منذ اربع سنوات في اكثر من زاوية وزنقوهم واختبروهم امام العالم واصبح العالم يدرك تماما ويعرف من يتلاعب بالامر ومن يتنصل من كل الاتفاقات اليوم اتفاق استوكهولم يدخل شهره الخامس وهذا الاتفاق الآن يتم إعادته مجددا والاتفاق داخل الاتفاق وبعد توقيع اتفاق آخر جزئي داخل هذا الاتفاق الجزئي تم التوقيع على اتفاق جزئي آخر وهكذا كلما آه تمترس الحوثي وتغطرس أكثر مستمدا قوته من سياسات التحالف وهزالة الشرعية كلما المجتمع الدولي ذهب لمرضاة الحوثي وصياغه خطه جديده تمكنه من ان يكون هو صاحب القرار وصاحب الارض وزير الثقافه في تصريح اخير قال بشكل واضح وهو اعتقد يدرك تماما تفاصيل الخطه التي طرحت على الحكومه مجددا من غرفه قال بشكل واضح بان الخطه هي بدرجه رئيسيه تهدف الى تسليم مدينه الحديده للحوثي وهذا كل ما في الامر الحديث والتصريحات الرسميه من قبل المسؤولين هي احيانا لا تعكس حتى ايضا موقف الشرعيه بقدر ما تعكس ربما رغبات اطراف التحالف التحالف لا اعتقد بانه لديه تحفظ حيال كثير من المسائل المتعلقه بالتعامل مع الحوثي السعوديه قبل ثلاث سنوات فتحت بابها لمحمد عبد السلام واستقبلته في ظهران الجنوب وارسلت عشرات الشاحنات وقوافل الاغاثه الى صعده للحوثيين وليس لاحد اخر وبالتالي امكانيه التعامل والتفاهم مع الحوثي بالنسبه للسعوديه قد يكون خيارا مطروحا سيما ان كان هناك خطه وفكره طرحت من وزير الدفاع الامريكي السابق ماتيس وهو يتحدث عن خطه ربما تتحدث عن منطقه حدوديه منزوعه السلاح انسحاب الحوثيين الحوثي الى مناطق قد تصل الى 30 كيلومتر داخل الحدود اليمنيه يقوم طرف اخر بنزع ما يسمى بالسلاح الباليستي وما الى ذلك لا اعتقد ان التحالف اصلا مكترث للمشكله اليمنيه بالضبط السعوديه ربما تكون هي مستهدفه بدرجه رئيسيه لكن في النهايه هذه الدوله استمرت أن تتكيف مع مثل هذه المخططات وربما هي تمضي برجلها إلى حتفها وهذا أمر يخصها لكن بالنسبة لنا كيمنيين ما يجري هو عملية مؤامرة كبيرة ضارعة فيها أطراف كثيرة بما فيها التحالف وبالتالي نحن ضحايا ضحايا لمخططات وشغل يريد تكريس الحوثي كطرف رئيسي داخل البلد وربما في مستقبل الأيام القريبة قد نشاهد أيضا مناورات تتعلق بعملية تبادل اعترافات بين أطراف الشمال وأطراف في الجنوب وهذا الأمر ربما يحدث لو لاحظت على الخريطة يا سيد الكريم منذ بداية الحرب حتى اليوم الحرب تراوح في المناطق الحدودية لماذا؟ هذا هو السؤال المهم الذي يجب طرحه على التحالف طيب. نفسه لماذا تراوح هذه نعم. الحرب في هذه المناطق الحدوديه؟ لماذا تحديدا يتم وضع خطوط حمراء امام تقدم الجيش في كثير من المناطق الحدوديه البيضاء منطقه مركزيه في اي معركه مصيريه في اليمن ومعها وتعز ومع هذا هذه الجبهات قمدت وتكاد تكون مجمده الى حد كبير بل ان هناك شغل من قبل التحالف نفسه لإنشاء نخب وميليشيات وتكوينات جديدة لإدخالنا بصراعات واستنزافنا من الداخل لكي ينفردوهم بالجوائز الكبرى في الموانئ والسواحل والثروات الأخرى وعمليا ليذهب اليمنيين إلى الجحيم. طيب بوضع الاعتبار لما تفضلت به أسألك سيد أنيس منصور يعني في سياق أنك تحدثت قبل قليل على التقدم في الجبهات التي تشرف عليها السعودية أو كما وصفتها هناك يعني من يقول طرح كبير وقد أشار إليه السيد المجيدي أن هذا ليس عبارة إلا عن حزام لحماية الحدود السعودية ومن ثم فل يعني يتواجه اليمنيون أو ليتقاتلوا ليس الأمر مهما بالنسبة للمملكة العربية السعودية في هذا السياق ما هي خيارات الشرعية أمام ذلك آه أنا أقول أول شيء آه عندما نتحدث أنا أقول أن الحوثي خطرا على السعودية سواء كان في الحدود أو كان في صنعاء أو كان في تعز أو أي مكان بقاء الحوثي كقوة أو كميليشيات لديها سلاح ولديها عتاد وتتلقى تمويلها من إيران بعدة طرق وبعدة كذا هو خطر على اليمن خطر على الإقليم خطر على الجزيرة خطر على البحر خطر على الملاحه، خطر على السعوديه، ولا يمكن للسعوديه ان تترك او تتصالح مع خصما استراتيجيا لها. معروف العداوه الموجوده تاريخيا وسياسيا وعقائديا. هذا هو الذي حاصل، ومعروف استهداف الحوثي لامن واستقرار المملكه بالصواريخ والطائرات وغيرها. فلا يمكن ان نتحدث على ان السعوديه على للحوثي بعمليه سلام او ستكون ضعيفه. صعبة صعبة جدا جدا هذا المنطق أتمنى أن تبعده صحيح طيب ما هي خيارات الشرعية الآن وقا أمام وقا كل هذا الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد وأمام الأطماع أيا كانت أو أيا كان مصدرها أعطنيها في نصف دقيقة إذا سمحت أنا أقول لك الشرعية موجودة وهي بصيص الأمل لدى الشعب اليمني ولا يمكن أن تكون هناك أي بديل غيرها يتعامل معها الشعب والقيادة والعالم والمجتمع الدولي والجميع وكل هؤلاء سحابة صيف ستدوب وكل من أتى لأي مغزى سواء لاحتلال الجزيرة أو لأخذ ميناء سيذهب إلى الجحيم الشعب اليمني شعب عظيم لن يقبل الدل ولا العبودية لن يقبل سيد الإهانة المجيد. من حوثي وهو يمني وهو يمني مننا وفينا فكيف سنقبل الذل والمهانة من شخص أجنبي سيد, سيد, المجيدي نعم الاساس ما, ما هي الخيارات نعم ما هي الخيارات اذا سيد المجيدي امام اليمنيين الان ازاء كل هذه المخاطر التي تحدثت عنها خلال هذه الحلقه بنصف دقيقه اذا سمحت اولا على الاخ انيس الشرعية نفسها عليها ان تدرك تماما بان لا احد يبحث عن بديل للشرعيه بقدر ما يبحث عن الشرعيه نفسها كل ما هنالك ان اليمنيون يبحثون عن الشرعيه لكي تكون شرعيه حقيقيه تمثل مصالح اليمنيين وارادتهم وبالتالي عليها ان تواجه كل المخططات وكل ما يجري من عمليات هدفها الاساسي العبث باليمنيين وبمستقبلهم خيارات اليمنيين الشرعيه الكثير من الخيارات وهي التنويع التن وخيارات اليمنيين ايضا امامهم الكثير من الخيارات التي ستدفع بابلت باتجاه تحالفات كثيره في المنطقه ليس بالضروره ان ان ننتظر ماذا ستقود به الامارات او السعوديه السعوديه هناك روسيا هناك الصين هناك اطراف كثيره اقليميه متطلعه للعب دور كبير والاستفاده من الموقع الاستراتيجي لليمن وعلى الشرعيه ان تفكر في مثل هذه الخيارات لكن اذا كانت فقط ستفكر فقط بان السعوديه والامارات باعتبارها اقدار الله شكرا. فهي بالتاكيد تنتحر وتنحر اليمنيين معها شكرا لك الصحفي عبد العزيز المجيدي وكذا الصحفي السيد نيس منصور كنتما معنا في هذه الحلقه شكر موصول لكم لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات في ختام الحلقه تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري الى اللقاء